نعم شادي، يعني بعد يوم على الجريمة النكراء التي حصلت في القرنة السوداء والتي أدت إلى مقتل كل من هيثم طوق وأيضا مالك طوق، ما زالت الاتصالات جارية على المستويين السياسي والشعبي لضبط النفس ولدرء الفتنة في هذه المنطقة، ولا سيما بعد الخلاف القديم المتجدد بين قضاء بشري وأيضا بين قضاء الدنية في المنطقة المتنازع عليها هناك في القرنة السوداء. وهذا النزاع الجديد أدى إلى مقتل كل من مالك طوق وهيثم طوق كما ذكرنا في الأمس. إلى جانب نائب رئيس بلدية بشري الأستاذ جوزيف الفخري، أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم شفنا الاتصالات على المستوى السياسي والشعبي بعد مستمرة لضبط النفس. أول شيء بس يعني بإيجاز، كيف الوضع بالضيعة أو بالقضاء؟ أول شيء تحطك بجو الخلاف نحن وياهم. أول شيء خلاف بين بشري وبعصفرين، الخلاف على حدود من 100 سنة بنتقاتل عن السفات، وعلى ما هن بيطلعوا يتعدوا عن السفات الماء يلي نحن دايما بنركز على كل اللي بيطلع من الوزارات، وزارة البيئة وزارة الزراعة كله هذا متمسكين فيه على أساس أنه ممنوع التعدي فوق 2400 متر على الماء. دايما في خلافات، الخلافات يلي اليوم فجأنا الخلافات هي كانت تصير وكانت تنحل بيننا وبين أهالي بعصفرين ويتدخل الجيش اللبناني والمخابرات، كانت دايما تنحل مشاكل، يصير مشاكل وتنحل، يصير مشاكل تنحل عدة مرات. صراحة لو وصلنا المطرح اتفقنا اثنين نحن وبعصفرين تنروح على القاضي العقاري، وهلا القصة عند القاضي العقاري ناطرين بطة. الشغلة الثانية بنتفاجأ امبارح انه بيقتل الشهيد هيثم طوق، طالع على الفوق عنده شغله دايما بيطلع الفوق هو، انه هو قريب عنده جنينة فوق وبيطلع دايما بيطل. شاب كتير آدمي ومهذب ومرتب، نتفاجأ انه قتل. هلا صراحة ولا مرة توصلنا انه يصير رصاص، هالشاب قتل برصاصة بعيدة 200 متر الناصة متفجر. صراحة يعني خلينا ندل على اشكال اللي نروح على مطارح ان شاء الله ما نكون فيها، فزعني لتكون فيها التالتة بهالموضوع، بنشك انه فيها. اليوم في خطابات تهدئة من كل الاطراف السياسية. نحن انا حنقول لك رأيي، بنحس انه فيها التالتة تبركي مفكرة تتخلف شيء اسمه مسيحي مسلم، وهيدا ان شاء الله بعيد مع العقال من الميلان ما راح تصير، او تيعلقوا شيء بشيء، نحس في نوايا مش طابور خامد. مزبوط 100%. شكرا لك جوزيف الفخري رئيس البلدية. كمان شادي إلى جانب رئيس مركز حزب القوات اللبنانية في بشري رينيه نجار، يعني اليوم شفنا في دعوات لضبط النفس ولي يعني نبذ الفتنة في القضاء بشري وخصوصا مع القضاء الضنية. ما في شك، أول شيء نحن بدنا نعزي أهالي الشهداء مالك وهيثم، بدنا نعزي أهالي بشري، بدنا نشكر كل الناس اللي اتصلوا فينا وقفوا إلى جانبنا. بس هون في حقيقة لازم نقولها وباختصار، في خلاف نحن وياهم مثل ما قال نائب رئيس البلدية على المياه. كل سنة بيحطوا نبريش ماي وبيسحبوا على الضنية على بلدية كعصفرين ماي. كل سنة بعد سنة صار في تقريبا حوالي 40 نبريش تطلع البلدية والشباب يشيلوا هالنبريش إلى أن منول. منتفاجأ بقاطع كابل التلسكي، هذه شغلة نقطة كتير مهمة، قطعوا كابل التلسكي يلي بيكلف تقريبا حوالي نص مليون دولار. هاي مسؤولية مين؟ يعني هاي مسؤولية عمين؟ هاي دي هون القوى الأمنية حققت الموضوع، ما وصلنا لنتيجة مين قطع كابل التلسكي. يعني تعتبر صارت الجريمة اللي صارت مبارح نتيجة تراخي؟ أكيد تراخي وتراكم. هلأ هون الجيش بعد ما صارت عملية التلسكي، الجيش اللبناني حط ايده على القرنة وبلغ البلدية بقعصفرين وبلدية بشري وبلغ كل القوى انه اليوم القرنة السوداء هي منطقة عسكرية رح يصير فيها تدريبات عسكرية. نحن من جهتنا ما عدنا طلعنا فوق نهائيا. الشباب مثل ما عرفنا عندهم قريبين مع عازفة وبيطلعوا يطلوا عليهم. امبارح نهار سابت اللي صار تفاجأنا بمقتل هيثم، وهون علامة استفهام كيف نقتل هيثم؟ نقتل بأنس، يعني عم نحكي بأنس، يعني في أوبسيرفاتور، يعني في جهاز، يعني في مجموعة أنست هيثم. هون لازم نعرف شغلة، في مجموعة مدربة أنست هيثم وغادرته. أستاذ رينيه، أنا بدي عندي سؤال لحضرتك، يعني اليوم كفعاليات سياسية حضرتكم بالمنطقة ما عم تدعو للحوار ولضبط النفس أكثر وأكثر، خصوصا عرفنا أنه بعد الشابين ما تم جنازتهم، يعني ما صار في جنازة لحد. نحن بنطلب من القوى الأمنية قبل الحوار وقبل ضبط النفس تكشف عن الجريمتين. أول شيء هيثم كيف أنس بالغادر، ومالك كيف قتل، شهيد مالك كيف قتل فوق، لأنه جريمتين غامضين. بدنا من القوى الأمنية
من المحققين يكشفوا بأسرع وقت هذا الموضوع. شكرا لك رنين نجار رئيس مركز حزب القوات اللبنانية في قضاء بشري. أود أن أشير شادي أنه نداءات للقوى الأمنية والجيش اللبناني لكشف ملابسات تلك الجريمة التي حصلت في القرن السوداء وأدت إلى مقتل كل من هيثم طوق ومالك طوق. أود أن أشير إلى أن ما أشيع عن جنازة ستكون في الغد للشابين المغدورين، لكن حتى الساعة لم يتم التأكيد من هذا الموضوع، وسيما أن أهالي الفقيدين يطالبون بكشف ملابسات الجريمة قبل القيام بالجنازة. أود أن أشير إلى مخابرات الجيش في معلومات الجديد أوقفت 16 شخصا ويتم التحقيق معهم، وهم هذه الشبان هؤلاء هم من قضاء الضنية. شادي شكرا لك.